السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من لعبة Dying Light 2. مثل ما تشوفون يا اخوان، كل اللي عليك تسويه انك تيجي الى البزار او في السنترال لوب. انا جبتكم البزار عشان اثبت لكم انكم في بداية اللعبة يمديكم تسوون هذا الشيء، مش لازم في نهاية اللعبة وتقدر تجيب الاسهم. لكن ما انصحكم، يعني اذا فتحتوا مثلا في السنترال لوب انصحكم تروحون للمكان الثاني اللي هو في الوسط عند المقر الجديد هناك، نفس البزار في الطابق الثاني عندك الكرافت ماستر موجود، هذاك اللي لابس نظارات حق الطيارين. في اماكن افضل، ليش؟ لان المكان هذا ما يمديك تركض فيه للاسف. البزار مثل ما تشوفون لازم تمشي، فبياخذ منك وقت اكثر هذه الحركه. مثل ما تشوفون الحين تقريبا المحاوله الثالثه والرابعه، كل اللي عليك تسويه انك تروح تنام وترجع له. يتحدث المتجر، يمكن بعضكم ما يعرف هذه الحركه، مش لازم تشتري السلاح بسرعه، ولا يعني انك تاخذ فرفر في الماب فتره طويله عشان تحدث المتجر. كل اللي عليك تسويه انك تروح تنام اقرب سرير وارجع الى اي موزع. طبعا الموزع والتاجر هذا فيه الحركة هذه تضبط عند المضمونة عند البزار وعند هذا اللي موجود في السنترال لوب. أغلب الأماكن اللي عندها الفاست ترابل، يعني المقرات الرئيسية. فمثل ما تشوفون هذه تقريبا المحاولة السادسة أو السابعة، ما خاب ظني في المحاولة الـ14 ضبطت معي الحركة وجبت فيها الأسهم. لكن هنا مثل ما تشوفون 81 الضرر، مطرقة ذهبية. والمعتاد يعني على حسب الليفل، مثل ما تشوفون ليفل 3 المعتاد أني أحصل في هذا الليفل على 40 دمج 50 دمج ماكسيموم، لكن بدأت تطلع لي شغلات في 80 الدمج. يعني فكل ما ارتفع ليفلك أنت كل ما يزين فرصة انك تحصل على الدمج اكبر في اللعبة، لانها شغلة مرتبطة يعني في اللعبة، انك كل ما زاد ليفلك كل ما تزيد الاسلحة اللي تحصلها. مثل ما تشوفون هنا وصلت تقريبا الى 72، وترجع تفرفر عنده وتنام ترجع لين ما حصلت ايش اسمه القوس الرياضي. طبعا على حسب ليفلك برضو راح يجيك شو اسمه، يعني اذا كان ليفلك 4 أو 5 راح يجيك اسهم مختلفة عن شكل هذا وافضل من هذا. واذا كنت في بداية اللعبة يمديك تجيبه، يعني ذهبي ويمديك تجيبه هذا. والله من بداية اللعبة انا عن نفسي كنت اعاني صراحة، كان في مشن لعبتها اتذكر مع الوان انه يقول لك الجائزة تبع هذا المشن انك تحصل على قوس، ونزلت عن هذه تقريبا كانت الحلقة التاسعة من اللعبة ونفس الشيء ما اعطوني، يعني بعد ما خلص المشن قصوا علي ولا حصلت القوس. القوس رهيب والله رهيب، تجربته يعني حل استانس فيها. يمديك تصيد هذا الزومبي من بعيد، تغيير يعني من السيوف والثرونج نايف كذا، تحس فيه متعة. والأصوات في القوس يوم تسحب يعني صوت السهم يوم تسحبه رهيب في اللعبة صراحة. يمديك تصيد طيور مثل ما تشوفون هذا السرب قدامي، وجلس قنصري واحد أتعشابه وش اسمه، شوف طاح هذاك وطاح شفتوا، انقصت اللقطة ما بان. وبس يا شباب اتمنى هذا المقطع ان اعجابكم. يمكن فيه واحد كذا يدور له على الاسم. وعلى فكرة في اسلحة ثانية اتذكر في احد كان يسألني في الكومنت عليها، اللي هو نفس السكاكين اللي تلبسها كذا، اتوقع شفتوها في اللقطة قبل شوي، هذا كنت اقصده. وبس اتمنى في احد استفاد المقطع، لا تنسون تاخذون لفة على القناة وتشرفوني بالاشتراك، ولا تنسون اللايك، ونشوفكم ان شاء الله على خير في مقطع جاي. سلام عليكم.